بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب الخامس، كتاب المناسك والحج، باب الطيب عند الإحرام. معلوم أن الطيب محظور من محظورات الإحرام، يعني إذا أحرمت لا تتطيب، لكن إذا اغتسلت مريدا الإحرام لم تتلبس بعد بالإحرام، فلك أن تتطيب قبل أن تتلبس بالإحرام. فهمت بقى؟ يبقى الإحرام الطيب عند الإحرام يعني عند الشروع في الإحرام لا بعد الإحرام، وهو سنة. يعني الطيب عند إرادة الإحرام، فإذا أحرم بقى محظور بعد كده. فهمت بقى إزاي؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 42 بعد 800 والألف، قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب. شوف، قبل أن يحرم يعني لما يغتسل غسل الإحرام، وقبل ما يلبس لبس الإحرام سيدتنا عائشة تطيبه. دل على إيه؟ جواز هذا الفعل، وعلى جواز أيضا استخدام المرأة لخدمة زوجها. فهمت؟ مش تيجي الزوج مثلا يقول لزوجته تعالي اعملي لي كذا، تقول له لا مش واجب عليا. لا، اللي مش واجب عليا عادي خالص، تسرحيه، تلبسيه، تدلعيه، تعملي له كل حاجة، دي واجباتك. فهمت بقى ازاي؟ مش ليك ايدين، ما تطيب نفسك انت. الله، فهمت ازاي؟ هيطلقها كده ببساطة، هيطلقها ويجوز غيرها وهتخرب بيتها وبيت اللي خلفوها. فهمت؟ فلازم تسمع كلام زوجها. وايه ستنا عائشة؟ لو كان خدمة المرأة لزوجها مخالفة للمروءة ما فعلها النبي. النبي هو إمام أهل المروءة. فهمت إزاي؟ فهي كانت بتطيب وهو بتطيب زوجها. فهمت بقى إزاي؟ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب، يعني بأفخر أنواع الطيب. النبي كان يستعمل الطيب الفاخر اللي أنت أصلا ما تعرفش تشتريه دلوقتي من كتر ما هو غالي. لما تجيب المسك الطبيعي دلوقتي وزنه أغلى من الذهب، الجرام فيه اغلى من جرام ذهب. المسك الطبيعي الحقيقي، مش المسك اللي بيتباع على الارصفه، ده مسك صناعي يا ابني، ولا وبيعمل حساسيه في الجلد وهرش وقرف، وريحته تغم النفس كمان، حتى رائحته تغم نفسك وتجيب لك كده احساس بالقيء. ده حاجه كده للفقراء اللي زينا يشتروه. لكن النبي كان يستعمل افخر انواع الطيب، وهو اصلا عرق طيب أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان يبين لأمته إيه حسن استخدام هذه الأمور، حتى تنبعث منك رائحة طيبة عند الزحام مع الناس. فهمت؟ فلا يتأفف الناس من رائحتك، ولا تتأفف أنت من رائحة الناس، لأن الحج ده زحام. فهمت؟ فلما الكل يبقى نظيف ومغتسل ومتطيب، يبقى الإنسان نفسه في الزحام لا يتأذى من عرق الآخرين. فهمت؟ قال: وكان عروة يقول لنا: تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. يعني قبل إيه؟ طواف الإفاضة يوم النحر، لأن يوم النحر بتنحر وتحلق شعرك وتلبس هدومك تغتسل، وخلاص يجوز لك كل محظورات الإحرام ما عدا جماع النساء لحد ما تروح تطوف طواف الإفاضة. فهمت إزاي؟ فتروح تطوف طواف الإفاضة، يبقى أحللت الحل الأكبر،
يبقى في الإحلال الأصغر ده بعد رمي جمرة العقبة وإيه و و و والنحر وحلق الشعر. ساعتها سيدنا عمر بيقول لك تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن إيه تفيضوا، يعني طواف الإفاضة يوم النحر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، يعني بأفخر ما أجد من أنواع الطيب. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه، لحرمه يجوز بضم الحاء وكسرها لغتان صحيحتان وأغلب المحدثين بيكسروها لحرمه يعني لإحرامه، لكن لغة يجوز لحرمه ولحرمه. وطيبته بمنن قبل أن يفيض اللي هو يوم النحر قبل الإفاضة، الإفاضة اللي هي طواف الركن طواف الحج. باب في النفساء والحائض إذا أرادت الحج وبلغت الميقات. لو واحدة عايزة تحج وبلغت الميقات المكاني للإحرام وهي حائض أو بتولد أو والدة يعني نفساء، تعمل إيه؟ تحرم عادي خالص، فيش إشكال خالص، تحرم عادي وتتلبس بالنسك لكن وتعمل كل أعمال الحج إلا الطواف، لما تطهر تبقى تطوف. فهمت بقى إزاي؟ لكن تحرم وتتلبس بالنسك وتقول لبيك اللهم لبيك وتعيش حياتها، تقف عرفات ترمي الجمرات تروح مزدلفة تذكر ربها. فهمت إزاي؟ وبعدين لما تطهر تبقى إيه؟ تطوف بالبيت وتسعى. فهمت إزاي؟ إن السعي لابد أن يسبقه طواف، وإن كان السعي لا يشترط فيه الطهارة يعني ممكن الحائض تسعى، بس عشان السعي لابد أن يسبقه طواف صحيح لابد أن تنتظر حتى تطهر لتطوف ثم تسعى. يعني لو واحدة طافت طواف الإفاضة في الحج ثم حاضت لها أن تسعى. ليه؟ لأنه خلاص سبقه طواف صحيح ولا يمنع الحيض عن السعي بين الصفا والمروة. واضح؟ باب في النفساء والحائض إذا أرادت الحج وبلغت الميقات، يعني الميقات المكاني للإحرام. وعن أبي قال حدثني عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. أسماء دي زوجة سيدنا أبي بكر، كويس، كانت حامل متم يعني في شهرها الأخير من الحمل في حجة الوداع، فخرجت وهي خلاص على آخرها، وصلوا ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، جالها ألم الوضع ولدت هناك تحت شجرة هناك، واخد بالك، في ذي الحليفة اللي هو المكان اللي ولدت فيه، هو المسجد اللي انت بتروح في أبيار علي تلاقي مسجد كبير كده، هي ولدت في الموضع ده، طبعا المسجد واسع، هي ولدت في موضع واحد. فهمت ازاي؟ يبقى نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر، يعني وضعت محمد بن أبي بكر بالشجرة، والشجرة دي موضعها في عند أبيار علي ذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، موضعها الآن هو موضع المسجد المبني هناك، كويس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل. سيدنا أبو بكر راح قال له يا رسول الله زوجتي وضعت وإحنا هندخل على الحج تعمل ايه؟ فقال له تغتسل وصل الإحرام وتهل يعني تلبي وتتلبس بالنسك وتفعل كل شيء إلا الطواف حتى تطهر من ايه؟ من النفاس. وحكم النفساء هو نفس حكم الحائض، كويس. وعن أبي قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل وتلبي، يعني وتحرم وتلبي. باب في أي وقت يستحب الإحرام. أنت دلوقتي أحرمت، لبست لبس الإحرام واغتسلت غسل الإحرام وطيبت نفسك ووصلت للميقات، متى تبدأ الإحرام؟ هل بعد صلاة الركعتين مباشرة سنة الإحرام فتقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج، ولا بعد ما تركب السيارة بتاعتك وتتحرك تبدأ الحركة تقوم تبدأ بالإيه؟ بالإحرام؟ فهمت؟ فيها خلاف بين المذاهب، والراجح يعني هناك من قال إنك أنت تحرم بمجرد صلاة ركعتي سنة الإحرام. فهمت إزاي؟ بعد ما تسلم تقول لبيك اللهم بحج أو بعمرة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو ما شئت مني. كويس؟ وفي علماء تانيين زي سيدنا عبد الله بن عمر قال لا، ده أنت بعد ما تصلي الركعتين وتسلم قوم واركب الدبة بتاعتك، وأول ما تركب الدبة بتاعتك وتبتدي تتحرك قل لبيك اللهم، يبدأ إحرامك هنا بحركة الدابة إلى مكة. فهمت؟ طب وليه اختلفوا؟ اختلفوا لأن سيدنا عبد الله بن عباس قال إن النبي لبى بعد ركعتي الإحرام لأنه شافه كان قاعد جنبي وهو بيصلي فقال لبيك اللهم بحج، لكن مش كل الصحابة شافوه. لما النبي خرج وركب الدابة لبى تاني فشافوه ناس تانيين فقالوا ده بدأ إحرامه لما ركب الدب. فهمت؟ في ناس تانيين جت لقت النبي بيحرم والدبة بتتحرك فقال لا، ده الإحرام يبدأ بحركة الدبة لا بركوب الدبة ولا بالركعتين. فهمت بقى ازاي؟ لأن ده شاف ده وده شاف ده وده شاف ده، اللي شاف وصف. فهمت بقى ازاي؟ ده السبب الخلاف بين الصحابة، ناس كانت جنب النبي بيصلي الركعتين سمعوه بيلبي بعد الركعة فقالوا لبى بعد الإحرام، ناس تانيين قالوا لا احنا ما شفناهوش بيلبي إلا لما ركب الدب. فهمت؟ وناس تانيين قالوا لا ده لبى لما تحركت به الدب. فالحقيقة أن النبي فعل كل ذلك. فهمت بقى ازاي؟ باب في أي وقت يستحب الإحرام. وعنه به قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة اللي هي سنة الإحرام. وعنه به قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر هو ابن شميل قال أنبأنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل في دبر الصلاة. لكن في روايات في البخاري ان ابن عمر قال ايه اهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ايه عندما توجهت به الدب. نتكلم سيدنا عمر لان ابن عمر ما شافوش الا لما شاف كده، ما كانش معاه وهو بيصلي، فكل واحد بيوصف اللي شافه. فهمت؟ باب في التلبية. التلبية اللي هو ذكر المحرم، ذكر المحرم افضل اذكار المحرم ايه؟ التلبية. واضح؟ دي أفضل أذكار المحرم. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى يعني ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك يعني معناها ايه؟ هي اصلها لبى، لبى يعني اجاب واستجاب واقام واحب. شوف معناها ده كله، لبى بالمكان اقام بالمكان، لبى المكان يعني احب المكان. فهمت ازاي؟ لبى فلان يعني استجاب له مسرعا، ففيها معنى الاجابه ومعنى الحب ومعنى الاقامه على الطاعه. فهمت ازاي؟ كل ده في كلمه واحده لبيك، مش لبى، مش لبى تلبيه واحده، لا لبيك زي المصريين لما يبقى بيحب واحد ويناديله يقول له نعمين، مش نعم واحد نعمين. فهمت ازاي؟ دي برضو ايه، مش لبى واحده ده لبيك اتنين كمان، يعني مسارع تلبيه فوق تلبيه واجابه فوق اجابه مع الحب كمان.
مش بجاوبك انا خايف، ده انا بحب ان انا استجيب لك. فهمت ازاي؟ وفيها معنى ايضا الاقامه والاستمرار على الاستقامه، يلبى بالمكان يعني اقام واستقر. فشوف كلمه معجزه ما فيش مثلها في اي لغه في العالم، عشان كده اي واحد باي لغه عايز يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، ما يعرفش يقولها بالملايو ولا يعرف يقولها بالانجليزي ولا يعرف يقولها بالفرنساوي. لا مثيل لها، كلمه لا مثيل لها الا في العربيه، لانها بتحمل معاني كثيره قوي في كلمه واحده. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو هو هيقولها بقى باي لغه تانية لازم يقولها كلمات كتيره، يعني ايه؟ مستجيبا اليك، محبا يا مولاي لك، مستمرا على طاعتك، مقبلا، مسارعا. يفضل يقول ده كله عشان ايه؟ يعبر عن كلمه لبى بس. فهمت بقى ازاي؟ قال يحيى: وذكر نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد هؤلاء الكلمات: لبيك والرغباء اليك، يعني الرغبه اليك، والعمل، والعمل ايضا لوجهك، لبيك لبيك. يبقى زود اهو كلمات النبي ما قالهاش لكن معناها طيب، فاقره النبي علشان ينكمد ويتكبت الوهابيه. لما تزيد اي حاجه في دعاء يقول لك النبي ما قالوش، تبقى بدعه ضلال. طب ما هو النبي ما قالوش اهو، سيدنا عبد الله بن عمر قاله، وسيدنا عبد الله بن عمر على فكره ما قالوش من نفسه، ده سمع ابوه بيقول كده، اللي قال كده اصلا عمر، وابن عمر سمع ابوه بيقول كده فعلى صوته، والنبي سمع اقر الاثنين. يبقى المذهب الوهابي ده مذهب باطل، اللي هو يمنعك من ان تزيد على ما ورد بما يوافق ما ورد. فهمت ازاي؟ المذهب الوهابي لو زودت يعني مثلا حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب افرض واحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لو واحد وهابي جامع فيش العلي العظيم، النبي ما قالهاش، قول له حاضر يا سيدي، وقول برضو العلي العظيم فشح. ليه تقول له حاضر؟ لأنك مهما جادلته لا يقتنع، لأنه بهيمة. بهيمة ليه؟ لأنه مصمم على رأيه، والمصمم على رأيه ده مش هيقتنع، فما تضيعش وقتك معاه. فهمت بقى ازاي؟ انما اللي بيسال عشان يستفهم دي حاجه ثانيه، فهمه. انما النبي بيمنعك من انك انت تزود وعايز يقهرك على فهمه. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بيزودوا حاجات على التلبيه اللي هي ايه؟ الذكر بتاع الحج، واقرهم. فهمت بقى ازاي؟ سمع واحد ثاني بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك أنت تملكه وهو لا يملك شيء إلا شريكا. ده الله هو أثبت الشريك، غباوة، غباوة من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا فلان كف عما تقول. يبقى النبي نهى عن الكلام الذكر الذي لا يوافق أصل الشرع، وأقر الذكر الذي يوافق أصل الشرع. فهمت بقى إزاي؟ وكان يقول كمان لبيك تعبدا ورقة. كمان سيدنا عبد الله بن عمر يزود على ايه؟ تلبية ابيه بقى. يعني هو سمع ابوه بيقول الرغباء والعمل، فراح هو مزود، يعني انا ما اقولش حاجة انا كمان، راح مزود. قال لبيك تعبدا ورقة، لبيك حقا حقا، لبيك حقا صدقا. تيجي انت تقول لبيك اخلاصا وتبتلا، ماشي، كله ماشي طالما معاني صحيحة. لبيك خشوعا وإقبالا، ماشي يا ابني. طب هل الزيادة أفضل ولا الاقتصار على ما جاء به النبي أفضل؟ الاقتصار على ما جاء به النبي أفضل، والزيادة مبح. هذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة، الأئمة الكبار قالوا لو توقفت على ما ورد عن النبي هذا هو الأفضل. طب لو زودت ما وافق مباح، لا بدعة ولا ضلالة ولا في النار. فهمت بقى ازاي؟ عشان تعرف قد ايه الجهلة بيقيدوا الناس. باب في رفع الصوت بالتلبية، هذا للرجال دون النساء. يبقى دي سنة رجالي، الرجالة ترفع صوتها بالتلبية والنساء لا ترفع صوتها بالتلبية، لان احنا لسه قاريين امبارح افضل الحج ايه؟ العج الثج، العج والثج. والعج هو ايه؟ رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الدماء
ايه لاطعام الطعام. شاريينك لسه امبارح، يبقى افضل شيء رفع الصوت بالتلبيه، هذا للرجال دون النساء، بدون ما تاذي نفسك. مش قول لبيك اللهم لبيك لما الحنجره يعني زي ما بتتكلم بصوت عالي كده، لكن بدون ما تعلي صوتك قوي، بحيث على ما توصل ان شاء الله العرفات تلاقي صوتك خلاص اتحبس. فهمت؟ ما تؤذيش نفسك. فهمت؟ وعنه بي قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. والتلبية دي مش ذكر؟ ذكر. ويجوز الجهر بالذكر؟ آه يجوز الجهر بالذكر يا وهابي. ويجوز يبقى جماعة ومنفرد؟ يجوز. آه يا وهابي. والوهابي يقول بخلاف ذلك كله، لا يجوز الجهر بالذكر ولا يجوز أن يكون جماعي. فهمت ازاي؟ وعايز كل واحد كده كانه قاعد في ميتم، بيحج كده ولا بيكرم ولا بيكرم شركه، تبقى قاعد كانك في ميتم، ويوزعوا عليك قهوه ساده. ليه؟ ده التلبيه دي فيها فرحه وفيها نشاط وفيها همه للعباده وتشجيع للاخرين. لكن الوهابي مش عايز كده، الوهابي عايزك تبقى مكبوت، فربنا يكبته. اللي يريد ان كبت المسلمين ربنا يكبته. فهمت بقى ازاي؟ فانت لا ترفع صوتك وجماعه او منفردين كله جائز. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن عبد الله بن ابي بكر باسناد نحوه. باب الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج انك انت ايه تقول لبيك اللهم بحج او بعمره ومحلي حيث حبستني. ادي معنى الاشتراط في الايه؟ بالحج. وعن ابي قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال فحدثت عكرمه قال فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه بنت الزبير بنت عبد المطلب. ضباعه دي بنت مين؟ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. ضباعة دي عايزة تطلع تحج مع النبي، وكانت ست كبيرة ومريضة خايفة ما تعرفش تتم الحج، فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فكيف أقول. النبي لما شافها كده شكلها ست كبيرة ومريضة قال لها إيه؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك ومحلي حيث تحبسني، يعني حيث أعجز عن استمرار في النسك. ساعتها أحل يعني إيه؟ أنحر النسك بتاعي وألبس هدومي خلاص، وإيه؟ ويحل لي كل محظورات الإحرام. أدي معنى محلي حيث حبستني. ومحله يعني إيه؟ بيكون بالنحر بالهدي. فهمت؟ زي ما النبي عمل كده إيه في الحديبية. مش النبي كان طالع العمرة حبسته قريش ما رضتش تدخله وكان محرم، عمل ايه؟ راح نحر الهدي ولبس هدومه ورجع تاني وعمل معهم الصلح، وجاء في عمرة القضاء بعد كده ايه احرم بالعمرة وجاء عمل عمرة القضية. فهمت بقى؟ قولي لبيك اللهم لبيك لبيك ومحلي حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيتي، يعني ايه؟ ما اشترطتي. يعني ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا الأمر خاص بضباعة بنت الزبير حادثة عين، وأنه لا يجوز نحر الهدي إلا في حيث يبلغ الهدي محله، يعني في الحرم. لكن ضباعة كان لها أن تحل وتنحر الهدي في أي مكان، في الحرم أو في غير الحرم. ده رأي مين؟ الإمام أبو حنيفة. طب افرض أنك أنت استثنيت على مذهب الأحناف، تقوم تعمل إيه؟ تبعت الهدي بتاعك مع واحد لحد ما يوصل مكة، وبعدين ينحروا هناك في مكة ويتصل بك ويقول لك الو ايوه احنا نحرنا خلاص اقلع هدومك بقى والبس. فهمت؟ طب ما كانش عندهم الو، يعني ما كانش في وسائل اتصال. ابو حنيفة يقول لك تبعته وتحسب الزمن تقريبا هيوصل في يوم وينحر في يوم، بعد يومين تحل،
على ما يكون وصل وعلى ما يكون نحر بالتقريب كده. لكن الوقت بقى سهل، يتصل بيك ويقول لك الو ايوه جبت لك انا خلاص طق الاضحيه، احرم بقى حل. لكن عند الشافعيه محله حيث حبسه. فهمت ازاي؟ يعني افرض حبسوك في المطار، تجيب خروف وتذبحه في المطار؟ صعب، مش هيسمحوا لك السلطات تسمح لك. فهمت ازاي؟ هيتلموا عليك وان شاء الله يرزعوك علقه محترم، هتلوث لهم المطار. تجيب خروف يقول ماء تدخله المطار جوه، تقول جايب سكينه وعايز تذبحه، يبقى قابل مش هيقرب. فهمت ازاي؟ طب تعمل ايه؟ محلي حيث حبستني. خلاص يبقى ايه؟ تتصل بواحد صديقك هناك في مكه، والوقت الاتصال بقى سهل، وتقول له ايه؟ اشتري لي صك اضحيه وهبعت لك الفلوس بكره. فهمت ازاي؟ وخلص وخلص، استناك راجع بيتك، ولا بقى عليه هدومك ولابس، وانتهينا على كده. فهمت بقى ازاي؟ لان بقت حياتنا احنا بقت سهله بالاتصال، تقدر تعمل كل الحاجات دي بالاتصال. وممكن تتصل في بيتك هنا في القاهره، لان حبسوك في مطار القاهره، تتصل في بيتك هنا وتقول لابنك انزل هات خروف يلا واذبحه، اول ما تذبحه اتصل بي انا قاعد في المطار ومستني. او ترجع بيتك وانت محرم وتقعد في بيتك محرم لحد ما ابنك ينزل السوق ويجيب لك خروف ويذبحه. كل دي اللي هيأدي كلها جائزه. فهمت بقى ازاي؟ لكن الامام ابو حنيفه قال لابد ان يكون الذبح في الحرم، ما ينفعش في ايه؟ في القاهره. فلازم تبعت واحد لمكه معاه ايه؟ الخروف اللي بيمقمق ده ويذبحه لك هناك. فهمت؟ كانوا زمان ماشيين القوافل ماشيه، تبعت مع واحد ماشي على قافله ويوصل لك هناك. لكن الشافعيه قالوا لا، محلك حيث حبسك، سواء كان في الحل او في الحرم. واضح؟ باب في افراد الحج. غدا بقى ان شاء الله نتكلم على كيفيه بقى نيه الاحرام في الحج، لان ليها ثلاث كيفيات، فنتكلم عليها غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا. وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.